السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا فيكم في سلسلة السياحة. الحين فعليا ما بدينا سياحة، لكن سويت شوي تعديلات. إذا أنتم متابعين، زدت منطقة الصخور ولغيت الأويل حاليا، لأن إذا بسوي أويل بسوي منطقة ثانية بروحها، لأنه كان محتاج مساحة وإنتاج. حطيت مخازن زيادة ومصنعين زجاج، لأن نحن قاعدين نتوجه للمصانع. حلو، ويت هني بس زدت جسور طول الدرب، وحطيت هني منطقة حق خدمات، لأن في حال ما وصلت خدمات هليكوبتر عندنا شيء في نص المدينة نقدر نحطيه. والشيء الثاني محتاجين حاليا على غلب على ال على الأقل جاية نبدأ شو وحدة من الجامعات، لأن ما منا فايدة الوضع بدون جامعة صراحة. ففي نية إني أبدأ جامعة، بس حاليا بسوي شيء ثاني. بس الحين نقدر نسوي جامعة اصلا يعني، بس يمكن نبدأ هالحلقة فعلا. انزين، الحين هني نحن راح نحطي يا الموس راح نحطي حقنا مصنع اللومنادا. ليش اللومنادا؟ ليموناضة يحتاج كروب، عندنا كروب، وايد كروب عندنا، ويحتاج زجاج. والزجاج نحنا سوينا مصنع هني للزجاج، فخلاص امورنا. طيب على فكرة انا زدت المزارع اللي هني وغيرت اماكن المخازن، لانه كان وايد مسوين زحمة هني ومأزمين الوضع، وزدت مخرج من هذا الطريق 4 شوارع جسر، لان الشارعين هاي كان مزحوم وكان يصطك وكان واقف الشارع ما حد قاعد يشوف شغله. وزدت هني بعد مصنعين ريسايكلينج ولا ريسايكلينج سنترز. ابى احط مصنع، بس شكل المصنع بيروح في هذا المربع. انا حاليا يا افكر في اماكن حق المصانع. زين، المصنع هذا ما اعرف كم حجمه، خلينا نشوف حجمه اول. اوكي، شكله بيحتاج هذا، مشكله شارع رئيسي انا معاملنا، المصنع محتاج مساحه طيبه. والله ممكن اكسر الشارع هذا لانه ما في زحمة وايد حاليا، ونحول هذا 4 شوارع في شارع يخدم المنطقة. بس بعد راح يسوي لنا ازمة. ممكن نسوي المصنع هني بس بعيد، نحط المصنع في نص المدينة. تصدقون مكان الخدمات احطي مصنع هني في الزاوية وجنبه خدماته. والله فكرة حلوة، ما سويناها قبل، ما ان منطقته وايد معزولة عن باقي المناطق. بجرب، اذا ما عيبني مع الوقت اقدر اغيره دايما. بس لحظة، اذا انا بحطي مصنع هني الاغراض كلها لازم تتي عن طريقة صناعية لين هني. لا 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 لا. فمن احسن طريقة، افضل طريقة اني اقايس هني يركب. يب، بكسر هذا الشارع بنحطي المصنع. يلا بسم الله. بس الشارع بيض، ممكن ارتب الشارع تبا للخشب اللي وين ما اسير احصل اخشاب تعبان. انزين، قلنا اني بالشارع هذا بكبره نسوي تعديل جوهري للمنطقة. كنترول اتش نايس. هذا شوي يباله تنعيم، نحطي صديقنا الفرشاة هذه هني. صار عندنا مصنع، مصنعها والله ممتاز. بس اظني محتاج اسوي مخازن حق هذا المصنع. عندي مخازن، اصغر مخزن، وير هاوس يارد، ما اقدر احطه. يمكن احطه هني، ما عندي مشكلة. هني في شوي زحمة، اذا اغير الوير هاوسز واحد بالضبط. ابا يشل كلاس ثاني، اباه يشل هذا، ما بيشل الفارم قدفة. وين يشل الكروبس؟ لا ما يشل الكروبس، بنحط 2 كلاس، خليهم اقرب شوي للمصنع. الحين هاي اللي بيشلون الزجاج الزايد، اذا كان في زجاج زايد، وبيحطونه دايركت عندنا في مصنع الليمونادة. لنا بس اظني لازم ازيد مصانع زجاج حقيقة. في عندنا اورس 4 معبات، حفر الاورس. طبعا هذا قعد في نص الاورس،
مكانه مش سياحي. لان اذا احطيه هني شو الاخبار؟ هني راح يجيب العيد هو. والله تبون الصدق، ممكن نحول هذا الشارع لشارع اساسي، انه بيروح القطار على طول صح؟ فخلونا نشل الكهرباء اللي هنا. زين هذا كلها نشيلها، ما نحتاجه خلاص. عندنا مشاكل كهرباء بسيطة، حلها من هنا. اوكي خلاص، حلينا المشاكل. انزين الحين بنسوي مكان حق مصنع. مصنع راح يكون جدا ضخم، راح يتطلب شوية هندسة في الموضوع. هو سوء، عفوا لازم نشيل هني. زين هني 31,000 قيمة نقل، نايس. ما بيضرب على القطار بعد، نايس. زين قدام المصنع هذا نسوي مخازن رقم واحد، مخزن رقم اثنين. انا اتوقع هذا راح يكون، ولا راح تكون المنطقة هذه زحمة، فشو بسوي؟ بنرفع الشوارع واستعدادية الشوارع حق المصنع هذا وصولا الى القطار، لان القطار قاعد يشل عنا لود تصدير كبير جدا، يعني وفر علينا زحمة يعني هائلة الصراحة بالنسبة للاستيراد التصدير. انزين وين المصنع مالي؟ هذا المصنع. انزين الحين اللي ابغى اسويه مجموعة مخازن، مش مخزن واحد اثنين. ان شاء الله اقدر اطلع خط مهني، ضيقته وايد عادي. بنحط هذا مؤقتا هني. زين ابغى اسوي لفة شارعين، لفة اخر شيء اوسع ما يمكن، روح ولفة. خلني قايس على سويها بالنص، نص بعد وايد. خلنا نحطي، لان انا ابغى مال السايلو، عرفتوا اساس انه هو يبغى كرب صح؟ انا ابغى احطي سايلو هني واحد، عدد اثنين ابغى احطي. هذا وايد قريب، خلنا نقربه، وهذا قربه يكون زين. ابغى احطي شارع الحينه، فكره انا ما بحتاج اكثر من هالاثنين مفروض. زين ما بحتاج اكثر من هالاثنين، بسكر عليهم هني وبجيب الجماعة اللي هني على اساس يكون ون واي، ممشى اتجاه واحد، ما اقعد اعلق في الزحمة. الحين بيتم عندي مكان حق اشياء ثانية. صبر، هذا الشارع بيكون مخادع شوي لان بسوي بالطريقة هاي. شوفوا بالطريقة هاي يقدرون يجون سيدا المصنع ويخلصون امورهم. يا سلام يا سلام، بدت الزحمة اوريدي. في عندنا زجاج، في عندنا كل شيء. جاري التصنيع، جاري التصنيع طلع عندنا مصنع ثاني، ها معناه راح نستوي اغنياء ترى. على فكرة راح نلعب بالملايين، لعب بالملايين ترى طيب جدا في اللعبة هاي. اذا عندك فلوس دائما مرحب فيها. بس خلنا نشوف خط السير، نسرع اللعبة ونشوف الوضع هنا كيف وضعه بالاخير يعني. في زحمة بس عادي، مش ان الزحمة التي لا تطاق مثلا. بس احس محتاج اسوي سير بلس، ولا اسوي زيادة زجاج، لان زيادة هني صدرونه عرفتوا. فاذا بيصدرون الزجاج بيكون زين. الحين اللي عقب المنطقة الجامعية راح تستهلك منه وايد وقت، بس بنحط منطقة مبدئية يعني. ما في وايد زجاج تصدقون. خلونا نزيد اعمال الحفر بما ان شلينا مصنع الزجاج من هني. خلينا نشل هذا، نقدر ترى هذا ليفل 2 فمفروض يعطينا الحفرة. ايوة هذه احلى وايد، هاي وايد احلى حفرة في المنجم. في مناجم صغيرة نسبة ما تركب عنده، بس ما نحتاج هذه الحفرة. وبشو بسوي عندهم المصانع هاي كلها مفروض الصراحة رمل او تراب. هذا
هذا نفس لونهم، ما يسوون خير اصلا. ف ما لها بكل بعدله، هذا قلتي، هذا حصة، فهذا حصة، هذا حصة، هذا من آثار الحفر يعني. خلونا نرتب هالمكان، نرتب هالمكان، نرتب كان هذا بعد، نرتب أفضل. شوفوا صار عندنا مناطق حصة. الحين المصانع اللي عندنا ما تكفي، في مصانع زجاج على أمل السيربلس هذا يسوي لي شغل صراحة. أنا على أمل الحين قاعد ألعب مصنع، مصنعين، ثلاثة عند بعض مو مشكلة. هذا بس نقدر نسوي حبتين، هذا ننقله حبة أكثر. أيوة سوى متوازن أكثر، مش 100% بس متوازن أكثر. بعد بحوله إلى ترب على أساس يعطيني شكل مصانع بأشكالها مرتبة يعني، يعني زارع عفوا، لكن لازم تكون الطريقة هاي. انزين الحين صار عندنا مصانع ضخمة 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 يعني حق الحصة. في بعد حفرة على فكرة، الحفرة بعد أحلى تكون الحفرة، ما أدري شفتوها قبل ولا لا، خل أراويكم إياها. هاي جميلة بعد، هاي هاي جميلة على فكرة. هاي أظني نقدر مكان هني، ما نقدر، خلنا نخش مكان هني بخليه شغال. الله زين. هاي فنانة، هاي فنانة، هاي فنانة، هاي الفنانة 8000 يونت، 6000 يونت بس صغيرة على 6000 يونت. هاي كم تطلع لي؟ هاي 5000 يونت. حلوين يعني، حلوين جدا. مصانع زجاج لين الزجاج يخلص، ما عندكم مشكلة. انزين بما ان المصنع هذا قاعد يكبر، شوك عندي مخزن اور ستورج، انا عندي هني اوريدي ساند ستور. انزين اور ماين، مول اور ماين، كلهم اور ماين ما يفرق، اندر جراوند. بس بنحط مخزن حق، نحط مخازن. اوكي نكمل الشغله هاي في الاور. انزين ها معناها المنطقه بتستوي زحمه على فكره، ما بيكون فيها وايد فضاوي نتخيلها يعني، بيكون في زحمه هني بس اوكي عادي. انزين الحين الجماعه اللي هني حاطين لهم بيوت، نحط لهم، والله بأس المكان اللي ساكنين فيه، الله يعينهم. انزين هذا معناه اوكي امورهم طيبة. وعندنا المزرعة نفسها تحتاج مبنى صيانة، مبنى صيانة بواحد وثلاثين الف، ما عندي فلوس. قبل شوي عندي 300 الف يا رجل، يعني الواحد قد ما يطلع فلوس في اللعبة يتم يحتاج فلوس، يتم يحتاج فلوس، يتم يحتاج فلوس. طبعا هذا بعد يعني شيء ثاني، نحتاج ناس اكثر، ناس اكثر، محتاجة شوارع، محتاجة خدمات، محتاجة وايد اشياء. انزين خلينا نحط مبنى صيانة. الصيانة بشكل عام مفروض تعزز شغل لحظة خلينا نشوف، مبنى الصيانة بيكون هني جنب هذا، اسوي له مكان. هذا مبنى صيانة يسوي صيانة حق الاشياء. انزين حق المباني مواد الزراعة. الحين هذا بيشتغلون، ها مفروض يبدون يطلعون فلوس، هذا مفروض عنده وايد ماتيريال، فشو بسوي؟ كل كاباسيتي يشتغل، وعندي الميزانية اللي تدعم الشيء هذا. انزين الحين معناه هني بيكون في لفات وايد، هذا شو اخباره؟ والله ان القطار هذا، شوف شوف الزحمة اللي على القطار، كم بيحمل؟ 40% قام يحمل القطار، 40% يا جماعة الخير. هذا ما عنده كهرباء، لا وصلك. زين 40% القطار يحمل، وهو يعني ترى كمية طيبة، كمية طيبة جدا. خلنا نشوف شو اخبار القطار. 93% اللود، واو يا جماعة الوضع رائع، وضع رائع. في هالمخرج، هالمخرج لغيته قلت لكم ترى سويت شو اسمه عرفتوا، بس يبالي مخرج ثاني، يبالي هذا اوصله بجسر عام هني. خلنا نشوف توصيله حقه، خلنا نشوف شو الجسور اللي عندنا وبنوصله بجسر. اوكي خلنا نسوي ستوب، بحطه هني
نشل الطول هذا وبنحطي هذا القاطع. لا القاطع صعب، لكن نقدر نحشي الى هذا اذا دمرته بتوهق ان شاء الله. يعني هذه من برا على المدينة في السوري، لكن عندنا الأولوية منطقة صناعية محتاجة توصيل خارجي. هذا كم سعره؟ 47,000. لحظة ما بشغل اللعبة، باخذ اللون. أول لون ناخذ على فكرة من أول لعبة 60,000. زين خلنا نوصل، لأن هذا وايد مهم. هذا إذا قطعت ال كارجو الحين بتوهق في الفلوس وايد، فما بقطع. شو كارجو؟ اقدر اسوي شيء ثاني. لحظة ارد اوصل الجسر بعد شوي. ايوه ارد اغير هذا كامل، بلفه هني وديه هناك. بس هذا بيتم الجسر. اوكي اموره طيبة. هذا بخليه جسر، القطار بيكون الجسر مش العكس. انا هاي بينزلون بيستوون منطقة طبيعية قدر الامكان. وشو بنسوي؟ والله متوهق في الفلوس. زين اخذ اخرج لوب تو ستيب. هذا عادي، هذا بس نشيل هذا. ايش يوه اللي مدني؟ هذا التعديلات الصغيرة هي اللي طلع الروح على فكرة. ان يوم انت تنتبهوا لها تسوي كوارث، انه يكون شيء بسيط جدا. انزين الحين هذا المفروض يكون شارع مش رئيسي اللي بعده، فهذا راح ينزل لشارع. خلنا نسوي بالطريقة هذه. لحظة انا اعتذر منكم على هذا الموقف السخيف، لكن الحين شو ابا؟ ابا هذا شارع وهذا شارع اربعة وهذا الشارع اربعة. هذا ضروري جدا يكون دوار، ضروري جدا 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 جدا، لان هذا شو راح يسوي؟ راح يخدم منطقة ضخمة جدا جدا جدا. نسوي بالطريقة هاي، رتبنا اللينات ورتبنا كل شيء. انزين الحين لازم ارد اوصل الجسور والاشياء حق القطار. انزين وينك يا قطار؟ انت هني. انزين هذا راح يتم بنفس الطريقة هاي، بس شو بسوي فيه؟ بلفه، لانه ما راح يتم على نفس الحال. النقطة ماله راح تتغير. ايوه عطني النخبة هاي بالطريقة هذه. شوفوا، وهذا راح يطلع بطريقتين. الطريقة الاولى راح ياخذ not enough money. انا في وهجة. هذا راح يكون بالطريقة هذه، ناخذ القرض الثاني برايه. زين بس اهم شيء اوصل كل شيء. زين الحين ابغى اجيب الاخبار مره ثانيه. من وين؟
احنا هني بالطريقة هاي بما ان جسر ويمر ايوه تحت الشوارع معناه المفروض ما يكون عندنا شو مشكلة حاليا. اوكي هذه المعضلة اللي دائما موف التول تحلك اياها اللي هي سالفة شبك خطوط القطار وغيره الانسيابية، لازم يكون انسيابية لان اذا مش انسيابية هذا مش خطر. الطريقة هاي شوية ايوه الحين شكله منطقي اكثر. هذا شو اخبارك؟ هذا متوصل ما عنده اي مشكلة، رايح راد قاطع قطار، هذا اقدر اطلع من تحته، هذا ما بيتغير وايد في المستقبل خلاص. زين وهذا ما نبغاه، وهذا استوى عندنا مدخل رئيسي دايركت للصناعية. ها راح يسوي لنا فرق ضخم لان الحين اكثرهم يروحون خلال هالجسور او هاي الفتحة، ما في ممر اساسي. حتى هذا الممر تفاديا للزحمة الغاء خلاص، بدل ما يجون هني ويسوون زحمة على الشارع العام نفسه يجون هني، هذا يطلعون الشارع العام، جسر نظامي جسر كبير يخدمهم كلهم. جسر جميل والله على فكرة، ونقدر نمتد للصوب الثاني هي الامتداد هذا اللي هي خطة البترول يمكن تكون هني، فصار عندنا منفذ لشركات البترول. انزين بالطريقة هاي نحن سوينا شوي انتعاش ولا بامب اب ولا whatever you call it، يعني اللي تسمونه حق الاقتصاد. الاقتصاد الحين بيضرب فوق، خلينا نشوف البانل. شوفوا شوف المصانع 15000 16000 17000، وكل ما تشوفها يضرب فوق وينزل. هذا ترى من المصانع اكثر شيء، يعني مش كل شيء، المصانع شغالة على قدم وساق. كروبس معقول عندنا نقص في الكروب؟ واو مش ممكن، بس بيعبونه عادي بيتم شغال. ترى هذا 150% شغال، مش شغل عادي يعني، فعادي اموره طيبة ما عندكم مشكلة. انزين القطار شغال، هذا شغال، الزحمة شكلها جيدة بعد 82%. لارج اور الى اخره الى اخره. فتحنا مباني جديدة ومصنع جديد، بس مصنع جديد الحين ما بندخل فيه. انزين الحين عندنا تعديل شوي شوارع لان اماكن نفس هذه مصيبة، في زحمة على الترام، في زحمة. في زحمة زحمة مرعبة هني، لازم لأن إذا بتمينا على الزحمة هاي فنحن راح ندهور. ممكن بعدين نطلع من هني جسر لين هني، بس ما أدري الحين ممكن بس أوصل الشوارع هاي، نسوي الشارع أطول نفس اللي هناك بس عساس إني أخف الزحمة عليهم. وني بشارع الشارعين عفوا، خطة السياكل كلها راحت ملح، في شوارع سياكل في شوارع بدون سياكل. خلنا نشوف الطريقة هاي، الطريقة هاي راوند اباوت بلدر كليك ترافيك تول، قلنا هذا شيفت كنترول كليك. شوفوا شيفت كنترول كليك، حطيت لكم كل الاشاير ويستوي لنا مدخل زيادة على أمل أن يبدأون يستعملونه صراحة. مكان الخدمات أنا مش متأكد، بس الشبه متأكد حاليا هني راح تكون مدينة. لا 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 خلينا نسوي مدينة الجامعية على البحر. مدينة الجامعية يا الله يبالها تكون مكان نفسه هني، شوفوا في قطار في دنيا، مدينة جامعية تكون مدينة جامعية يعني سياحية جامعية. ليش ما نسوي مدينة جامعية سياحية؟ والله مشروع تكون. خلنا نطلع شارع، ست شوارع من هني. بنبداها الحين. الحين طبعا باقي الانكم وهذا على راحته، كل شيء على راحته، الجيم شغال. هذا واحد يوصل لين هني، بعدين ينزل شو ينزل تحت. مدينة الجامعية راح تكون على الاغلب كأنها طابقين، ليش؟ راح افصل بينها وبين الباقين، او بسوي لها فلاتن من الحين لان اباها تكون قدر الامكان نظامية، مش نفس باقي البيوت. وهاي انا يعني اوكي مو مشكلة، طورت قبول ما عندي مشكلة،
انا راضي فيهم نفس ما هم، بس المدينة الجامعية لا. لحظة خلنا نسويها من مستوى الاوبرا. ايه مستوى الاوبرا مستوى طيب زين. المدينة الجامعية حتى الميناء وايد نظامي، والممشى نفسه على الاغلب راح اكمله مع شير حق الطلاب. مدينة ضخمة بتكون، يعني في ضمنها وايد اشياء. مو مشكلة ترى ترين لين بنزل ترين، ولا خط القطار راح انزل على فكرة، يعني مو مشكلة. بعدين بنحط اخر شيء شوي حصان نسوي كأنه يبل، انه مفترق طرق يعني. بس ابو المنطقة كاملة الحينة هذا على شو وضع هذا شوفوا. زين خلينا ننزل الجسر، جسر نكسر هذا الشارع، ننزل شوارع قبل صفر طريقة هذه. عندنا جسر عود وحلو إذا بسوي ممرات تحته. خلى الجسر أكبر شوي، ناوي أسوي الممر يكمل من تحت الجسر صراحة، يعني هذا يكمل لين تحت الجسر، هذا يمكن شوي يرتفع بعدين يكمل. انزين بخصوص هذا سوي كنترول 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 اتش، حط على اول الجسر كلهم نزلوا. هذا الحين ما نقدر نتحكم فيه وايد لانه برا على الماب، بس ممكن نسوي نزله شوي نظاميه شوي. تحسون المكان ها بس راح يخلي المدينه الجامعيه جميله معلومه يعني. هذا ممكن عقب اذا بغينا نبني فوق اوكي، بس كجامعه لا. سوري الحين نحط زون، زون جامعي شوي. الخطط عندنا قاعد تتحول على حسب الظرف، بس سامحوني يعني. زين نسوي بالطريقة هاي، بيكون فيها كل شيء ترى، بيوت هذا اللي خاطركم، ترين ستيشن مترو ترين ستيشن على الأغلب. زين لأن في عندي خط القطار موجود، فحرام إني ما أستغله صراحة. زين الحين أبو شيء ثاني، هذا يرجع المستوى. والشير صراحة بالنسبة لي حاليا مؤذي، ما بشير هالشير ها كله راح اشله، غير انه يسوي لاج يلعوزني وانا ابني حاليا. خلنا نشيل كل الشير، اذا بغينا اشجار راح نضيف. هي في منطقة بترولية لكن ما راح نستعملها. انزين الحين بداية المدينة الجامعية، بداية صعبة صراحة. كيف ابداها؟ كامبوس اريا بنسميها وورد لحظة وولد يوني انت مركز الجامعات العالمي. اوكي مركز الجامعات العالمي، هذا مركز الجامعات العالمي. طبعا المباني، طبعا تريد سكول، تجي الحين تريد سكول حتى الاميوزمنت مالها بنحطين احنا هني. فخلنا نبدا اول شيء بمرحلة الشاطئ، كنا بنبدا يعني الشاطئ بنرتبه الحين، وبندخل في المدينة الجامعية دايركت الحلقة الجاية على طول، لان الحين ما في وقت. بس براويكم فكرة الشاطي اللي هي هذا. قلت لكم شوي بيرتفع، والله حلو وسوى له نوعا ما سموث اوت او نعمه بروحه، وايد حلو الموت. هذا من على الشغلات اللي حاليا عندي مفضلة. لا 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 ليش، بالعكس ليش، والله عيب. ما اعرف ليش قاعد يسوي لي اياه بالعكس، فمضطر اني اسوي بالطريقه هاي. وهني لا، هني راح يكون مينا، ف بخليه بحاله. مينا راح نرتبه شوي، بس هني نبغى نرتب هذه المنطقه. عفوا عندنا قروض صح، عندنا 160,000 خلنا ندفع. زين الحين اللي بسويه ابى انزل الرمل كالعاده. عرفت انتو حفظتوا السيستم هذا، بس اعدل شكل شوي المكان. ايوه وهذا ممشى، ممشى الجامعه حلو الصراحه. لازم لازم يكون في ممشى، لازم لازم. المهم
خلص وقت الحلقة، نشوفكم في الحلقة القادمة على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.